أهلا شباب، يسعد أوقاتكم جميع. في أغنية الفنان بهاء اليوسف اسمها لسه أنا بأول الدرب وما عم بحسن له، طبعا هو غناها وكذا واحد غناها، ما بعرف الأصلي لمين صراحة شباب. المهم إيقاع لف زائد 3 ترانسبوس، راح أخدها بيات الري مثل ما شايفين. تمام، ما بحب أطول عليكم بالفيديو، حكينا بيات الري شباب. الري للري، بس بنطلع على هاي العلامة اللي هون اللي هي لا دييز. طبعا هو بس يلعب هيك، برد ورا صوت جمجات. تمام شباب، رح نلعبها مع الإيقاع. بس يخلص بهالموسيقى برجع بفوت وراه صوت ناي. طبعا هالحركة هيك كمان جات، بس انا عم بلعب بصوت واحد شباب لانه ما في اورجان. اذا بدي انقل من صوت لصوت في شغله بالكورد مش منيحه، انه بفصل الصوت يعني ما بضل متصل مع بعضه. تمام، هالكلمات شباب. برد برا صوت كمان جات. بس يخلص كلمات بتفوت موسيقى بعدها. بس يخلص كلمات شباب بفوت بحركة هيك، خلينا نشوف كيف. طبعا مش نفس الصوت لأنه الصوت منه عندي. يا شباب خلينا نشوف شو الصوت بيشبهه، كمان هذا الصوت ما بيشبهه. عم بدور لكم شباب على صوت بيشبهه، يعني ما تواخذوني شباب، بس والله ما عندي اصوات انا.
عن الحركة سهلة. شباب بعدين بفوت بحركة هيك. شباب بعدين بفوت بحركة هيك. شباب انتبهوا هلق على هاي الحركة. الحركة من عندي ما خاصة بهتلاك هاي يعني فينا نلعبها كأنها يعني هي تشيلة، عرفتوا كيف؟ ما ضروري مثل ما حكيت انه نجيب نفس التشيلات، نحن نلعب فيهم بس اهم شيء انه ما نطلع عن المقام. شباب بعدين بفوت بتشكيلة كرد، تمام، كرد الري طبعا.
بعدين شباب يفوت بهيك حركه. اخر شيء شباب بختم الحركه هيك. بس يخلص شباب على حركة برجع بفوت بصوت الناي. بغني للسرب او للدرب وما عم بحسن لها كلمات يعني على نفس اللحن شباب على نفس اللحن هذا نفس الشيء اول شيء كيف غناه هون على نفس اللحن راح يغنيون هون بحكي فيها للكلمات كل ما بدها تحاكيني تعلم تعليم حركات شباب ما خصهم بس لو ما هيك فيكن تلعبوهن طبعا هاي كلمات يعني لكن كل ما حاكيها بتعلم تعليم شباب بعدين بفوت بتشيلة ربابي شوفوا كيف من هون خلينا نلعب مع اللقاء
شباب هاي الحركة بيختمها هيك. شباب اول شيء بس يخلص شباب برجع للسنة باول درب وما عم بحسن لا يقصف لي عمره يا رب من الدنيا كلها. شباب ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها وعجبتكم. اذا عجبتكم اعطونا لايك اشتركوا بالقناة جداد احلى وسهلة فيكم. واللي طلب الاغنية ان شاء الله تكون عجبته واكتبوا لي شباب بالتعليقات وان شاء الله ما بقصر مع حدا يا شباب. بس المشكلة هلأ صار في شوية شغل عنا يعني راح اتأخر شوية بالفيديوهات بس وعد مني انه راح اعزف كل شيء مطلوب مني. تحيات للجميع.